بعد غياب يعود محافظ تعز نبيل شمسان إلى المحافظة يمارس مهامه منها، لكن هذه العودة تتصدم بأبرز الملفات العالقة بمختلف جوانبها العسكرية والأمنية والاقتصادية والطبية والخدمية. قادما من العاصمة المؤقتة عدن، عاد شمسان بعد أن مكث هناك يدرس مع الحكومة الحلول الممكنة لقضايا تعز، لكنها على ما يبدو في تفاقم وقد لا يكون انفراجها قريبا. لدينا ملف استكمال التحرير، لدينا ملف بسط الأمن والنفوذ على كل المناطق المحررة، أيضا ملف التنمية وتقديم الخدمات للموظفين. جملة من الإصلاحات تحدث بها الرجل، لعل أبرزها معالجة مشكلة الجرحى وتعزيز قدرات المحور العسكري وتشكيل لجنة لمراجعة أوضاع ما يزيد عن 15,000 من الجنود، بالإضافة إلى صرف رواتب الموظفين في الوحدات المركزية بالمحافظة وإصلاح منظومة الكهرباء داخل المدينة، كما أن رفض مستشفيات المدينة وتجهيزها بمعدات تقدر بملايين الدولارات من أولويات السلطة هنا، إلى جانب دعم صندوق النظافة والتحسين. عملنا وإلى جانب الإخوة في قيادة المحافظة على إيجاد معالجات وحلول لمجمل تلك الإشكاليات المتمثلة في المقدمة الأولى، مشكلة موضوع الجرحى، وأيضا تعزيز محور تعز الذي يمثل الدرع الواقي والكافي للمحافظة من كل المؤامرات. الأيام المقبلة إن شاء الله نكون أمام هذه الوعود قد نفذت، وتعز ترى النور بوجود محافظها وقيادة السلطة المحلية يدا بيد من أجل أن نصل إلى طريق صلاح مؤسسات الدولة. لم تقف هذه التحركات عند هذا الإعلان، بل تبعتها إجراءات عملية ولقاءات متواصلة بالمكاتب التنفيذية وزيارات ميدانية للبدء بخطوات جادة تسهم في حلحلة الأوضاع التي تصب في صالح خدمة المواطن بشكل عام. يصف البعض هنا عودة المحافظ بالإيجابية وسط تحديات كثيرة تنتظره، لكن أيا يكن تبقى متطلبات واحتياجات الناس مسؤولية تقع على عاتق السلطة المحلية، وينتظر الجميع هنا إجراءات عملية لتحويل هذه الإعلانات إلى واقع ملموس على الأرض. حمزة أمين، قناة بلقيس، تعز.